السادات والأصدقاء الأعزاء، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد سعيدة جدا بأن تحيي هذا الحفل اليوم، وأريد في البداية أن أقول لماذا هذا العنوان، لماذا الحاجة إلى المجدود. تعرفون أن التراث الكبير الذي خلفه سيدي عبد الرحمن مجدوب ومجاديب آخرين هو تراث محسوب على ذاكرة الشعرية المغربية، ولكن نتمنى ونطمح إلى أن نعيد ربطه بالأجيال الجديدة، لأن الأجيال الجديدة تحتاج إلى إعادة اكتشاف هذا المخزون الشعري العظيم. وأنتم تعرفون أن المغرب له شجرة شعرية كبيرة، فيها الشعر الفصيح طبعا، ولكن فيها أيضا الشعر الأمازيغي، وفيها الشعر بالعامية المغربية، وكثيرون هم الذين طوروا هذا الشعر عبر مسارات متعددة، في المنحوم، في القصائد المغنات، في الزجر المغربي الحديث الذي يشكل استمرارا لهذه الذاكرة المشتركة. ونحن جميعا نطمح إلى أن نسترجع هذا التراث، وأن تسترجعه وتتملكه الأجيال الجديدة كما تملكته الأجيال السابقة. هذا من جهة. من جهة أخرى، نحن نعرف أن المجدوب ليس فقط شاعر، ليس فقط مجدوب، لكن هو حالة مغربية بامتياز، وهذه الحالة هي حالة انخطاف، انخطاف صوفي، انخطاف شعري، حالة تمرد، حالة مقاومة للظلم، للأوضاع الاجتماعية المتردية، للنفاق الاجتماعي. الكلام المجدوب لم يكن فقط شعرا، كان أيضا حركة، حركة حقيقية، حركة ثقافية، ولكن أيضا حركة سياسية وإعلامية. ونحن نعرف أن الشعر كثيرا ما وضع في لسان المجدوب الأشياء التي يريد التعبير عنها ويمنع من التعبير عنها أو لا يقدر على التعبير عنها. المجدوب يقوم كضمير مشترك للأمة، يقوم بالإفصاح عن هذه الأشياء، عن النقد، عن المواقف إلى آخره. وبطبيعة الحال حتى الأنظمة الأكثر تشكلاً لا تستطيع أن تعاقب المجدوب، تعاقب العقلاء، ولكنها لا تستطيع أن تعاقب المجاديب. ولذلك فالمغاربة دائماً كانوا يحتاجون إلى المجاديب للتعبير عن همومهم ومشاغلهم وآلامهم وآمالهم. ولهذا ربما أحسسنا أن هناك اليوم حاجة إلى المجدوب، حاجة إلى استعادة الصوت الحر الذي لا يرضخ للعقل ولا يرضخ للسلطة الاجتماعية والسياسية، ولكنه يتكلم بكل حرية. وعندما نحس في مجتمعنا اليوم بنوع من الانغلاق في حرية التعبير، نوع من كتم الأصوات التي تجرؤ على الجهر بالحقيقة، فإننا نقول ربما نحتاج اليوم إلى مجاديب لتكسير هذه الوضعية الحالية. المجاديب موجودين من خلال سيدي عبد الرحمن مجدوب، ولكن موجودين أيضا من خلال شعرائنا الذين يستمرون في تأبيد هذه اللغة الشعرية وهذه الكلمة الشعرية.
وهم شعراء نعتز بهم، سي مراد القادري وعبد العزيز الطائري، احمد بن عيسى، عبد اللطيف بن يحيى، وفؤاد سحمي المسيح طبعا الشيخ الزجالي اليوم. وبهذه المناسبه تود مؤسسه عبد الرحيم بوعبيد ان توجه شكرها وتقديرها وامتنانها للشاعر مراد القادري لانه اشرف على تنسيق هذه الامسيه، والمخرج عبد المجيد فنيش الذي وضع لمساته الفنيه على اخراج هذه الليله. واشكر الشعراء الحاضرين والاطار الفني والتقني والاداري لهذه القاعه التي نتمنى ان تعرف امسيات اخرى ومجالين اخرين. شكرا لكم ومسيرة.